بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدو الجزء الثاني محاضرة تكمل من الجزء الأول. المحاضرة الثالثة تكلم على التأثيرات الطبية للبنزودازبين. هم نتكلم في البداية تكلمنا على الباربيتوريت، تو نتكلم على البنزودازبين التصنيفها أو كعلم تصنيف العلم الأدوية للبنزودازبين. هي عبارة شورت انترميديت اند لونج اكتنج سيديف اند هيبيتنج، أو يقول لك أدوية مصنف على أنها مسكنة قصيرة مسكنة أو منومة قصيرة متوسطة طويلة الأمد. كذلك الأدوية تنتج أو أي تأثير لها تأثير مضاد للقلق، أنتي إكزايتي سيلكت مسل ريلاكسين. أنت أدوية لها حسب لها أيضا تأثيرات على مضادات القلق، وكذلك استرخاء عضلات الهيكل العظمي، وتأثيرها مضاد المضاد للتشنجات. يعمل كذلك عن طريق قالك act by increases inhibitory effect in GABA butyric acid. كذلك drugs don't include drugs metabolized microsomal enzyme. هنا الأدوية هذين لا لا بيصيرش عملية تحفيز ل كما صار نحن في يفرق عنها في الباربيتوريت، اللي مش هيزيد لي من زيادة عمل الميكروسومال انزايم ما في الأدوية الأخرى. لذا النوه هنا الشيء مهم عندي خليناها اللي هن الفارماكولوجي افكت للبنزودازابين. احنا دراجز كلاسيفايد شورت انترميديتد لوك انتك سيديف اند هيبيتنج. دراجز اوسو يتم او تاثيراتها على انتي اكزايتي سيلكتيف مسل دراجز كذلك انتي كونفوجن افكت. الاكت باي انكريز انهبيتور يزيد تثبيط من جابا. نقطه مهمه دراجز دونت ميتابوليز مايكروسومال انزيم، هذا ما يميز عن بارا بيوتويت. الافكت بنزودازابين اون ذا سليب سايكل، تاثير على السليب سايكل. كما احنا عند تحقيق تخليق الديكريز ستيج 1 فينج اسليب، تقليل المرحله الاولى هي النوم وزياده المرحله الثانيه، ويقلل من المرحله الثالثه والرابعه. وكذلك دونت لا تقلل من السرير بشكل ملحوظ، او ولا ديكريز نمبر سليب حيث التذكر من النوم. تعتبر كذلك البنزودازابين اكثر امان من الباربيتوريت، سيفير دراجز اند باربيتوريت especially in overdoses، خصوصا في الجرعات المرتفعة. لذا انه على الاشياء المهمة عندنا الافكت بنزودازابين in the on the sleep cycle. Decrease stage 1 يقلل من المرحلة الاولى، يزيد من المرحلة الثانية، ويقلل من المرحلة الثالثة والرابعة. البنزودازابين يعتبر اكثر امان من الباربيتوريت، وخصوصا في الجرعة المقصودة، وين في الاوفر دوسج بالجرعات المرتفعة. نمشي المجموعة الاخرى اللي هي النون باربيتوريت. نابيتوريت احنا زولاديم وزيلابلون ار شورت اكتنج هيبيتنج ذات دونت سليب سايكل. قالك زيلابديوم وزيلابلون منومات قصيرة المفعولة لا تعطل دورة النوم، يعني منهش اي تأثير تعطيل دورة النوم. كذلك drugs increases inhibitor effect تزيد من تأثيرها على GABA butyric acid، ولكن بشكل مختلف عن الأدوية الأخرى، يعني تختلف عن مجموعة البنزودازابين ومجموعة الباربيتوريت. both drugs قالك يعتبر كل الدوائين اكثر امانه من الادويه المنومه الاخرى، يعني اعتبر هنا سيفير ذان اذر هيبوتينج ار لو ريسك فور ابيوز. كذلك مخاطر سوء استخدامها اقل مخاطر. سايد افكت متاعها او التاثيرات الجانبيه تسبب لي دوخه، تسبب لي صداع، كذلك تسبب لي اضطرابات في الجهاز العظمي، وسبب لي كذلك التشويش الذهني او يصير عمليه كونفيوجن عدم اتزان ذهني. لذا هنا نوه على الشيء المهم عندي. هنا عندي مسكن نون بروتريت، اعطيني هنا
نوعين من الدواء اللي هي اللي هو زيلابيديوم وزيلابلون، يعتبر شور اكتنج. هيمتنج منومات قصيرة دونت لا تؤثر على مراحل النوم. This are increased inhibitor كذلك يثبط في عم نفس الشيء يثبط لي في الجابا، لكن هنا التثبيط بتاعه يكون مختلف عن الأدوية الأخرى. Both drugs severe than inputting low risk، وكذلك يعتبر من الأدوية الآمنة كمنومة، وكذلك مع التأثيرات الجانبية تكون أقل. السايد افكتس التأثيرات الجانبية، عندي الدوخة، عندي الصداع، عندي مشاكل ديستربنس في جي اي تي تراكت، وكذلك التشويش الذهني. نشوف الدواء الآخر هو الألكحول. الألكحول مصنف كعقار سينس ديبرسنت دراكس، يثبط الجهاز العصبي المركزي. وكذلك unlike other drugs غير مشابه للأدوية الأخرى، الكحول يوفر الكحول سعرات حرارية غذائية، يعني مش كيف الأدوية الأخرى. like other drugs abuse alcohol causes كذلك مثل غيره من غير المخدرة، يتسبب الكحول في تطور في development of drug tolerance dependence and withdrawal reaction، في سبب في كحول في تطور في التحمل في التولرنس تحميل الأدوية، وكذلك التعود، وكذلك ردة فعل الانسحابية. المهم جدا قال مصطلح فارماكولوجي اوف كالكحول سنتر اراوند ان كرونيك يوزد ابيوز اند توكسيكولوجي، يركز معظم عقير انا حول استخدام المزمن واستخدامه وعلم السموم في ذلك في تفاعلات في جسم الانسان. لذا النوه هنا عندي اشياء نوه عليه، ان هنا الكحول هو يعتبر كمتصنيف يعتبر سينس ديبسنت دراجز، انلايك لا يشبه الادوية الاخرى. الكحول يعتبر يعطيني كالوري ناتشورال كالوري، يعطيني سعرات حرارية. لايك يشبه الادوية الاخرى في الابيس واستخدامها، كذلك يسبب لي تطور في دراج تولرنس زيادة في التحميل، وديبندس تعود، وويذردور رياكشن تفاعلات الانسحابية. مستثيرات معظم التأثيرات الطبية is chronic use abused and toxicology، او نحن نقول عليها تركيز معظم الكحولات في حالة استخدام مزمن وسوء استخدامه وعلم السم. نجو ديسفليروم. ديسفليروم هو عبارة شنو قال هنا، قال لك use the treat alcoholism ديتري دريكينج، هو يستخدم لعلاج الادمان الكحول نحن نقول عليها تعاطي. ديسفيرم يمنع استقلاب الكحول، ينهبت ميتابوليزم. مهم جدا ليش يستخدم الكحول، ليش يستخدم كعلاج لادمان الكحول، انه هو يثبط في عمليه ميتابوليزم الكحول. اسلتهايد تو اكيموليتنت، او مما يسمح بتراكم الاسيتلدهايد، يزيد الاسيتلدهايد بس ان سيفير نوزيا، يسبب زيادة الاسيتلدهايد الى غثيان شديد، وكذلك vomiting قي وصداع وهايبوتنشن وانخفاض ضغط الدم. الالكوحوليك تيك تو ذا دراجز اون ذا ديلي، قالك انا الناس المدمنين على الكحول ياخذوا الأدوية بشبه يومي. لذا تقام دائما drinking only alcohol، يتعاطوا بشكل يومي، وبيكم voluntary ill، هيك يصابون بأمراض شديدة. لذا نحن ننوه هنا على هذا الدواء أهميته. disfirm هو يعتبر treat alcoholism، مهم جدا في نقطة ان هو يثبط في استقلاب الكحول، وكذلك الاسيتلدهايد تراكم تراكم او يزيد شيء بيصير عندي نوزيا، يصير عندي فوميتنج، يصير عندي اكتين، يصير عندي هايبو تنشن. هيك كملنا، نلتقي ان شاء الله في المحاضره الجزء الثاني. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.